وسعد، ما هي أمنية حياتك؟ والله أمنية حياتي حقيقة. شكراً وسعد، ما هي أهدافك؟ والله حقيقة زين وسعد، ما يهمنا، ما في مشكلة، ما نختلف. وسعد شو تحب؟ والله شو وسعد، كلنا نحب كل شيء. زين وسعد، شو اللي تفكر علي فيه؟ الحرام لا دخل اسمعي في عينك يا أبوي. زين وسلم بسرعة. لا عندي شو عندك حلم يا أبو؟ كلنا نحلم. زين شو فيها؟ أكل من الأكل المخيس اللي دائما تاكله فكني. أبغى لي أنا مندي يا أخي، أنا بشتري مندي. نبغى مندي دجاج ولا مندي لحم؟ أمس معشنك على حسابي وطالب لك مشاوي. عقب يا المروح مروح، والله ما حد غيرك. والله الحرام اني دافع معك، قسما بالله اني دافع معك. والله يا مروح ما حد غيرك يا مسود الوجه. والله اني دافع شو؟ ايه خلي صحصح. شو علومك؟ دافع ارفع علومك. والله دافع شو؟ 11 درهم. الحساب 105 ودفعت 10 درهم. صادق نصاب. الحساب 61. يوم من الحساب 61. دفعت 50. اسمعني الحين ياسين تعاي على العشاء، لان ابغى مندي. بطولنا الدق طبول مليوع. توديني مطعم كنك. بطولنا الدق طبول مليوع. شو؟ كني ارسم رسم يجي ينقطني في الصحن. ما بيه يا ابوي، ابغى عيوش انا. عيوش. ابغى عيوش. نشفت. عيوش؟ صح. وسعد يا ابوي فكر من العيوش يا ابوي، سويت بطن والله ما علي يا ابوي. بحياه مره واحده عيش وكل وعيش وستايل. زين حافظ على رشاقتك، رشاقه جسمك. والله هذه انا نشاط، يعطيك بروتين، يعطيك دهون، يعطيك سكريات. زين كله فات، كله بزياده. لازم تشكل، الجسم يحتاج يا ابوي. سويت لك ترشه. اللي الرجال بدون كرش ما يسوى قرش. الله يا الله، في الدقيقة الأخيرة يا رب على هذه التمرينة. سعد الصحة أبوي تنشرها بفلوس رجال، ولا الأكل ترى كلن ياكل. حتى ليش تقدر تعيش بدون أكل؟ تقدر تعيش بدون أكل؟ صحيح، ما أقدر أعيش ولا أكل. أكل بقياس. شوف الحياة معادلة. هاي معادلة نسوي فيها معادلة وعيش. وين ناكل عشان نعيش يا أخوي؟ أنت أكلك ما شاء الله عليك 17 وجبة في اليوم. اذكر الله يا رجل، 17 وجبه يا رجل، من الصبح ما كلل هذه الوجبه الوحيده. يا رجل انا ابغاك تخف يا رجل، خف الكرش هذا. انت من الصبح كني قرد، ما كنا خس وجزر وقاعد انت مكن قرد. شو والله عز الله القرد يا ابويا. انا والله ارنب. يا جماعه حد يجيب الولاعه. يا جماعه شوف، ترى الباقي انا اللي اخذته، يعني من اللي دفع انا. والله يا العظيم انه ماخذين معاشي. طب طلع شو مالك؟ انا ابغى شوي. ها شو خوف بتنفجر؟ قبلتوها 99 قبلة. ام ياسر سمع ريلك مو انا. ها سمع ريلك مو انا، انت اللي قبلته. فوائد الزواج؟ ها؟ ما فوائد الزواج؟ ايه حلو الزواج. قوي المناعة. الله! ايه؟ ها؟ ها؟ يعني تبى تعرف؟ ها؟ تبى تعرف؟ ايه؟ ها؟ أم ياسر! لا! بيني وبينك شو؟ شو؟ أنت كل شيء بتخبر هيك؟ شو خبر؟ مو مباشر بيني وبينك مو. لا مش مباشر، إعادة. لا. تمسخر علي؟ لا بس اقول لك يا انا الحين مسخره. لا بس انت عندي شو على ام ياسر يعني تاخذ عليها؟ بس ام ياسر سمعي. لا بنضحك انا ما عليه بس مسخره. ما لا مسخره انا ما عندي شيء اجد بس انت مسخره. اوكي ها خلاص اوكي سامع.